ريسينج. يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الثاني من هذا اليوم للخيل المهجنة الأصيلة. تكافأ الدرجة السادسة على مسافة 1700 متر، انطلاقة موفقة مع فيوكار لراعي الحصان ريسينج ألبرتو سنة على المركز الأول وعلى الصدارة. محاولة من الجواد اللي هو رقم 7 تورغوتلي، السادس طابل الأزرق بدر البلوشي أرنولدو لوبين على المركز الثاني. الآن ثالثا أيضا محاولة الجواد اللي هو رقم 14 الجواد اللي هو المهيب لخليل حامد قشطة والمدرب بدر البلوشي على المركز الثالث. رابعا أيضا محاولة مع الجواد اللي هو رقم 6 الجواد فورسيد لحسن بن علي المطوي مع عبد الله راشد المنصوري على المركز الرابع. خامسا يتبعها الجواد اللي هو رقم 1 ركس بليس لحمد بن عبد الرحمن العطية مع المدرب جاسم الغزالي. أيضا محاولة تقدم من الجواد اللي هو رقم 3 غالب للسيد جاسم بن علي بن محمد العطية مع عبد الله راشد الهادري على المركز الخامس. تقدم من الجواد اللي هو رقم 12 الجواد اللي هو مانيفستد لمبارك علي النعيمي وفالح بغريم على المركز السادس. عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول الصدارة مع أصطاب الأزرق مع الجواد تورغوت لإصطاب الأزرق وبدر البلوشي أرنولد لوبين على المركز الأول مع خط صدارة من قبل الجواد اللي هو المهيب لخليل حامد مع بدر البلوشي الآن على المركز الثاني. إذا الخط المستقيم اتجاه خط النهاية صدارة والمركز الأول مع الجواد المهيب. محاولة التقدم أيضا مع الجواد اللي هو رقم 1 ركس بليس لحمد بن عبد الرحمن العطية مع ستيفان لجاج يتقدم بكل قوة مع جاسم الغزالي، لكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد اللي هو رقم 14 المهيب لخليل حامد مع صالح سالم المري بكل قوة يتصدر هذا الشوط. أيضا محاولة من الخارج من قبل الجواد اللي هو رقم 4 ويبزي وير، لكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد اللي هو المهيب لخليل حامد إلى الصدارة وإلى المركز الأول. فعلا الجواد اللي هو المهيب بدر البلوشي إلى الصدارة وإلى المركز الأول. ألف ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. Official result for race number 2. In first place, horse number 14, Al Mulheeb, owned by Mr. Khalil. Hamed Cash, ridden by Saleh Salim Al Mari. In second place, horse number 15, Laguna Veneta, owned by Mr. Mohammed bin Hamad Abdurrahman Alatia, ridden by Maxime Bozio. In third place, horse number 4, Waymis Ware, owned by Mr. Abdulaziz Ali Alijali, ridden by Marco Casamento. In fourth place, horse number 12, Manifested, owned by Mr. Mubarak Ali Al-Naimi, ridden by Fale Bugnaim. And in fifth place, horse number 1, Rex Place, owned by Mr. Hamad bin Abdurrahman bin Hamad Alatia, ridden by Stefan Lajaj. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد اللي هو المهيب لسيد خليل حامد والمدرب بدر البلوشي والخيل صالح المري. ألف مبروك ثانيا مع الجواد اللي هو رقم 15 جواد لاغونا بنيتا لسيد محمد بن حمد العطية، وثالث المراكز مع ويمزي وير للسيد عبد العزيز العجيل والمدرب محمد الغزالي، رابعا مع الجواد مانيفستد لسيد مبارك بن علي النعيمي والخيال فالح بغريم، خامسا مع الجواد اللي هو رقم 1 ركس بليس لسيد حمد بن عبد الرحمن العطية. ألف ألف مبروك الفائزين في هذا الشوط.